شلونك منتظر؟ الحمد لله زين. شخبارك؟ أنا أول شيء فرحت إنه شفتك والتقيت بيك، والناس تريد تعرف عنك همينة. أنت عراقي؟ ايه؟ عراقي الأصل وسويدي، سويدي وعراقي صح؟ ايه؟ ووين هسه تلعب بيا نادي؟ لعب بهامر بي، لعبون بالعالسفينس كان بالدرجة الممتازة. نعم. زين احكي لي شنو هذا الجول اللي اجى بدقيقة 91؟ انت دخلت دقيقة 78 صنعت جول وقولت جول. تكية فور ماجد ستيكي رابي جيب لي رابي فوش بران بولن رابي شيفا سوبر اتنا سيزونين Mera Hammarby och Majed. Majed med skott i mål! Oj, oj, oj. Så här fram fötterna. Vilket avslut! Ja, verkligen. Men det är som du sa där, Backe, att ytorna skulle bli större här i slutminuterna. Precis vad det blev. وهاي اول مباراه لك وياهم كانت بالممتاز. اول لعبه الحمد لله رب وذاك، وكانت مهمه للفريق زين، يعني سوينا جول والحمد لله. ان شاء الله تجينا بعد لعبه. راح تلعب المباراه الجايه لبطوله كاس السويد؟ كاس السويد راح تلعب المباراه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله هو يعني المدرب يطلع الفريق وثاني بس يتدرب، هو انت بس تدخل الجول يجي ان شاء الله. ان شاء الله. بداياتك اول فريق لعبت فيه شو كنت بديت تلعب كره قدم؟ لما كنت 6 لو 7 كنت العب، كنت العب هاي ويا اخوي انا العب طوبان مصطفى. اي مصطفى. بعدين رحت قمت العب باستر بيا مدينه كنت شنو بالبكفر. اوكي فريق مال سوبر اتر. اوكي كنت العب وياهم. باللي كان عمرك ايش قد انت بوقتها من دخلت؟ كنت 7 اوكي 15. بعدين رحت لعبت ويفوربر سنه ونص، كنت العب ويفوربر بعدين رحت الهامربي. زين وانت ظليت ويا هامربي لحد هسه؟ يعني قبل ما تروح ويا كاس السويد انت قبلت كنت بالدرجه الاولى خلينا نقول ديفيخونات. نعم. صح. نعم. وايش قصة لك تلعب ويا ديفيخونات قبل ما تروح للممتاز درجه الممتازه؟ كنت نص سنه نص موسم. أيه. اللاعب اللي وياك اللي انت صنعت له الجول يوسف اسمه صح؟ أيه يوسف. هو مو عراقي يوسف. لا لا افغاني. افغاني. خوش لاعب هو. أيه. خوش ثنائي. انتوا اثنيناتكم أيه. نزلتوا بنفس الوقت. نفس الوقت. صح؟ أيه. انا صنعت جول له أيه بالفريق شفت. الاول. أيه. نفس الجول. أيه. وانت جبت لعب. الجول. أيه. شفت كأس الخليج؟ اي شفته. شنو رايك بيه؟ والله اللعبه على الكاس خوش لعبه. فرحت انت همينة؟ فرحت انا وامي وابوي شنو باوا على اللعبه. فرحنا كلنا. يعني تعرف اللاعبين واساميهم؟ اي اعرفهم اعرفهم. زين عندك علاقه باللاعبين اللي يلعبون بالدوري السويدي؟ ايه امير 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 حكيت وياه. ممكن نشوفكم سوا تتلاقون وتحجون ان شاء الله. خلي يحكي لك هو على الاجواء. ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي. انا يعني كلش فرحت واتمنى لك كل التوفيق. ان شاء الله المره الجايه نحكي اكثر ان شاء الله. اوكي شاء الله. حبيبي ان شاء الله. يلا كل التوفيق.